على التواصل الجميل مواصلة لهذا الشوط الختامي، شوط من الأشواط الجميلة، واليوم بالفعل أيام الكوس الجميلة وثاني أيام المهرجان الكبير 2012 في الوثب غير. نتابع الشوط والشوط أمامكم، أشواطنا مشاهدينا في هذه اللحظات، والآن على الشاشة أسامة الهواري مخرجنا المتألق أفضل توقيت أمامكم على الشاشة باسم راعية الصداوي راعي الشداد، والشوط المفتوح للقعادين رشيد بن حمد بن جبريل 7:34.7 من الثانية. حفل الكريم هو التوقيت الأفضل والجميل، ذهب للأشقاء في المملكة لهم التحية. نعود مع الشوط الذي نتواصل من خلاله هنا مشاهدينا في هذه اللحظة، والشوط الذي يعتبر 18، وأشواطنا بالفعل كلها سيارات جميلة. ونعود مع هذا الشوط والمركز الأول، الصدارة مع ويش المقدمة من البداية، المركز الأول مشاهدينا مع الظبي للسيد غصاب بن مصبح بن عبد الله رعاة الطيرة العامرية من اختطفت المركز الأول. نتابع المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا التي انتقلت في هذه اللحظات، ونتابع أيضا قدوم آخر من هناك، أيضا شعار الصداوي الذي وصل مع جلمود لرشيد بن حمد بن جبريل، هي من انتزعت هذا المكان والمركز الثاني. والمركز الثالث قدوم الآخر مشاهدينا من نوف لسالم بن مسلم بن قنزول مشاهد الأعزاء بن حمرور العامري، وهناك من الجانب الآخر أيضا قدوم آخر وانتقال مع غير بإشعار حمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري مشاهدينا، وهنا أداء قادم مع انتقلنا مشاهدينا مع إشعار بالعضيلي سلهودة للسيد أحمد بن محمد بن سعيد بالعضيلي العامري، انتقلت إلى المركز الخامس. النقلة اللي قادمة في المركز السادس، الشعار اللي قادم مشاهدينا في هذا الأداء الجميل. نتابع معكم هناك الدخول القادم مع انطلاقة الظبي لمحمد بن عوض بن خويتم العامري الذي أيضا أدى أداء جميل هذا الشعار في هذه الأمسية الجميلة في ثاني أيام المهرجان، وصلت الثامنة. هناك نتابع مشاهدينا أيضا التي واصلة هناك الرقم 4 مشاهدينا، هناك مشاهدين الأعزاء الشاهنية لسلطان بن خليفة بن زهرة الخيالي انتقلت المركز السابع والمركز الثامن مشاهدين. قدوم آخر مع الشايبة لصالح بن الشيبة بن صالح بن غانم التي المزروع التي وصلت في مركز التاسع والمركز العاشر، الشعار الجانب الآخر والقدوم من قبل مشاهدينا بنت مهاجر لحمد بن معيوف العامري، وهذا هو النداء الأول. ولكن الجموع قادمة، الجموع قادمة مشاهدينا، والتوقيت ما زال مع الصداوي مع رأي الشداد مع رشيد بن حمد بن جبرين. يا سلام، نعود للمركز الأول ونعود للأداء، والظبي تسللت من الجانب هناك، الظبي من البداية متسللة من ما ارتفع الستارت، وهناك غصاب بن مصبح رأى الطيرة العامري والشعار يعرف الكثير من الإنجازات، ومشاهدينا في الصدارة مع الظبي، والظبي منفردة بخدمة كاملة بكاميرا بمصور وبمخرجنا أيضا الهواري أيضا استاهل. نعود مع المركز الثاني مع غير لحمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري مشاهدينا، الذي ينتقل في المركز الثاني راعي ظبيان بجواره تماما. نعود مع السلهودة لأحمد بن محمد بالعضيل العامري قادم مع المركز الثالث، والنقلة اللي قادمة مع مشاهدينا جلمودة رشيد بن حمد بن جبريل الذي ينتقل في المركز الرابع بجواره تماما مشاهدينا. أيضا قدوم آخر مع نوف لسالم بن مسلم بن قنزول مشاهدينا. عود مشاهدينا هناك الجانب الآخر التي وصلت في هذه اللحظات، الظبي لمحمد بن عوض بن خويتم
العامري مشاهدينا في كل مكان. الله وصلنا مشاهدينا ووصلت وسللت مشاهدينا ضبا ضبا لعلي بن مانع العجمي انتقلت مشاهدينا والغدوب الكيلومتر الاخير اطرقنا وفتحنا ابوابه والشعارات واول من انتقلت مشاهدينا ووصلت هنا كاميرا البرج الضبي من البداية والشوط سكرت على الضبي والضبي بإشعار أيضا الضبا أجزاء الضبي للسيد غصاب المصبح راعي الطيرة العامري الذي يعرف طريق للنهايات الجميلة يعرف هذا الشعار البادرة تماما يعود ونتواصل مع المركز الثاني الشعار الخطير اللي قادم مع سلهودة لأحمد بن محمد بالأظل قادم وقادم شعار آخر لا يقل أهمية وخطورة هناك مشاهدينا الأعزاء الشاهينية للسيد سعيد بن مطر الرميثي وهنا أيضا قدوم آخر مشاهدينا من شعار بن خويتم مع أداء محمد بن عوض بن خويتم العامري الضبي وهنا أيضا وصول مشاهدينا مع انطلاقة هنا توك أو نوف لغاني بن منصور الخيارين نعود للمركز الأول نعود للصدارة سلهودة هناك تسللت وسللت مع الشعار الجميل شعار بن أظالي تهانينا بهذا الفوز والسيارة ذهبت لحزبة سلهودة أحمد محمد بالأظالي والمركز الثاني أيضا وصلت بقوة الغربية فاجأتنا لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري والمركز الثالث مركز الثالث مشاهدينا الأعزاء الشاهينية لسعيد المطر رميث المركز الرابع الضبي لمحمد بن عوض بن خويتم العامر المركز الخامس اللي أيضا شعار الخيارين أيضا اللي فاجأنا غانم بن منصور الخيارين مشاهدينا في كل مكان عشنا شوط جميل من هذه الأشواط الجميلة مشاهدينا والآن نرجع إلى مخرجنا المتألق أسامة الهواري ولكي نستعرض لحضراتكم مشاهدينا هذه الأسامي التوقيت الآن هذا شعار بالأظيلي 7 دقائق 44 وثلاثة أجزاء من الثانية هو كان شعار بالأظيلي العامري هناك أيضا كان أيضا شعار الغربية اللي فاجأنا في اللحظات الأخيرة عبد الله محمد بن زايد المنصوري هنا أيضا شعار عيد المطر الرميثي مشاهدينا في كل مكان شفنا وشاهدنا معكم هذا الأداء الجميل.